طيب فخلينا نكمل بقى ونشوف موضوع البامب ده هنعمل فيه ايه. نرجع للفلو شيت تاني كده بسرعة. الفلو شيت كانت شكلها عامل كده. فانا عندي بعد البايب لاين الاولاني في بامب داخل لها ستريم 2 وخارج منها ستريم 3 وبعد كده داخل على سبلتر، مش مهم. فانا عايز اشوف بقى البامب دي بقى هبتدي اتصرف معاها ازاي. فالبامب هلاقي هنا في بريشر تشينجرز اللي احنا اتكلمنا عليهم، في هنا البامب. لو جينا نبص هتلاقي ان هو كاتب لك ايه، بامب او هيدروليك تربين. التربين دي بتبقى عكس البامب، البامب بتاخد الفلويد تدي له طاقه علشان ياخد بريشر اعلى او تعليله البريشر. التربين العكس، التربين بيجي لها ميه تلففها فالميه البريشر بتاعها يقل، والتربين تولد كهرباء اللي هي التوربينه او المولد يعني بتاع الكهرباء، بس ده بيبقى شغال بالميه يعني زي الحاجات اللي في السد العالي والحاجات اللي زي كده. فالمهم هو الاثنين هيبقوا ليهم نفس الايكون. لو فتحنا دوسنا على السهم الصغير ده هتلاقي ليها كذا شكل، الشكل دي كلها حاجه واحده، هي مجرد بس شكله على الفلو شيت هيبقى عامل ازاي. فسواء خدت بقى المربع، خدت البامب دي، او خدت البامب اللي طالعه بارلل او بيربنديكولر، هي مش فارقه، كلهم هيدوا نفس الحاجه. فانا هاخد بامب هنا واحطها، وهاخد الستريم ده اوصله بالبامب تاني. يا جماعه الستريمز توصيلها مهم عشان بس ما تجيش توصل حاجه تطلع حاجه تاني. وادي اللي خارج اهو، وده اسمه P1 لو انا عايز اسميه، وده كان اسمه ستريم 3. فده التوصيله بتاعته. طيب انا عايز بقى اعرف البامب دي هعرفها ازاي للاسبن بلس. تعريف البامب هيعتمد على المعلومه المتاحه بالنسبه لي. البامب حاجه بتزود البريشر، فانا علشان ادي له معلومه يقدر يستفيد بيها ليها كذا شكل. فلو فتحنا البامب كده هنلاقي ان انا عندي الاول هيسالني هي بامب ولا تربين، انا عايزها بامب. يعني لو دوس هنا هيديك اوبشنز مختلفه شويه، يعني هنا مثلا بدل اللي فاتت هنا في البامب كانت باور ريكوايرد، هنا بقت باور بروديوسد، هنا دي كانت بريشر انكريز بقت بريشر ديكريز، خلاص. فهي بتعتمد بقى الحاجه اللي الواحد بيعملها هتبقى مين فيه. يعني في الحالتين هيبقى الانبوتس اللي انا هحتاج اعرفها له حاجه من الخمس حاجات اللي قدامنا دول. اول حاجه ان انا اقول له الديسشارج بريشر قد ايه، هيخرج بريشر كقيمه بريشر قد ايه، او البريشر هيزيد قد ايه، او البريشر ريشو يعني نسبه او النسبه بين البريشر اللي خارج للبريشر اللي داخل قد ايه، او الباور اللي انا محتاج اديها له هدي له كام وات، كام كيلو وات، كام يعني يونت اوف انرجي يعني. وفي حاجه اسمها البرفورمانس كيرف. البرفورمانس كيرف لو حد يعني الباقيين دول ما فيهمش مشكله يعني دي سهله ان انا افهمها يعني، لكن برفورمانس كيرف يمكن هي من الحاجات اللي ممكن تكون في ناس مش عارفاها. البرفورمانس كيرف ده علاقه بتربط لي ما بين الهيد اللي البامب ممكن تديهولي وبين الفلو ريت اللي داخل جوه البامب. الكلام ده يعني اكتر هيبقى للسنترفيوجال بامبس. في السنترفيوجال بامب يبقى عندها مرونه شويه ان هي تقدر تشتغل عند فلو ريتس مختلفه، وطبيعي ان كل ما الفلوريت هيختلف كل ما الهيد هيبقى مختلف. يعني هي هتاخد فلويد قليل تدي له بريشر كتير، لو خدت فلويد كتير تدي له بريشر قليل. ففي العلاقه دي اللي هي مثلا اللي احنا شايفينها علاقه بين الهيد وما بين الفلوريت، ان هي كونستانت زائد رقم مضروب في الفلوريت ناقص رقم مضروب في الفلوريت باور 2، شكل بولينوميال يعني، خلاص. فدي المعلومه اللي انا عارفها عن البامب بتاعتي. فانا عشان اعرف البامب دي محتاج اشتغل بالبرفورمانس كيرف. طيب انا دوست على يوز بيرفورمانس كيرف، دلوقتي انا المفروض الاقي قدامي مكان اقدر اعرف له فيه البيرفورمانس كيرف بتاعي. هو مش هيشتغل باي بيرفورمانس كيرف كده من دماغه. دي الزرار ده لو الواحد بقى عايز يدخل بقى على ابلكيشن تاني او يعني سوفت وير تاني تبع اسبن اسمه اسبن 1 اكستشينج، مش بس دي مش قصتنا. انا دلوقتي لو عندي البيرفورمانس كيرف بتاع البامب اعرفه ازاي؟ فهلاقي ان مفيش حاجه هنا، بس هلاقي هنا في البامب في حته على الشمال اسمها بيرفورمانس كيرف، هو بيقول لي لا ده انت عندك في حاجه لسه ما اتعرفتش. لو انا مختار مثلا ان انا هقول الديسشارج بريشر بكذا وخلاص، هو البيرفورمانس كيرف مش محتاج فيه اي معلومه. لكن لو انا قلت له البيرفورمانس كيرف هو هنا خلاص اكتفى بكل المعلومات اللي انا محتاجها، بس انا محتاج اقول له البيرفورمانس كيرف بتاعي عامل ازاي. طيب البيرفورمانس كيرف زي ما قلنا بيبقى علاقه بين حاجتين، ما بين البيرفورمانس وبين الفلو فاريبل. البرفورمانس ده اللي هو بيبقى على الاكس اكسس اللي هو اسف على الواي اكسس اللي هو الهيد، والفلو فاريبل اللي هو الفلوريد سواء بقى فوليوم ولا ماس فلو، احنا شغالين بفوليومتريك فلوريد. طيب انا ممكن يبقى عندي البرفورمانس كيرف ده تابيوليتد داتا، ممكن يبقى بولينوميال يعني زي العلاقه بتاعتنا دي بولينوميال، ممكن يبقى تابيوليتد داتا يعني ارقام انا هديله ارقام مش هديله ايكويشن،
اول حاجه اسمها اليوزر سب روتين، ان انا كيوزر هبتدي اعرف له كود، اكتبها له في شكل كود، وساعتها هلاقي ان السب روتين دي فتحت، هيديني يعني ايه مكان كده ان انا اكتب فيه الايكويشن اللي انا هعملها. يعني انا يعني انا هنا لما باجي بشوف البرفورمانس كيرف، انا بس قدامي البولينوميال. طب افرض انا عندي شكل مش بولينوميال، بشكل تاني ايكويشن تانية من اي نوع، ساعتها بقى هعرفها باليوزر سب روتين دي. خلاص. طب احنا عندنا البرفورمانس كيرف الحمد لله شكله بولينوميال، وما بين الهيد والفوليومتريك فلو ريت انا عندي كام كيرف؟ انا عندي كيرف واحد، ممكن يبقى عندي كذا كيرف عند كذا سبيد، واختار انا السبيد بتاعه الروتيشن ومنها يختار البامب، فهيبقى حاجه زي كده. بس انا عندي سنجل كيرف عند الاوبريتنج سبيد اللي انا شغال عندها، فهيحتاج يعرف بقى ايه هي الكيرف ديتا، الكيرف ديتا بتاعتي ايه. فانا تاني انا عارف ان الهيد اليونتس بتاعته هنا كانت بالايه، بالمتر تقريبا، هلاقي يونتس كتير بس ايه بالمتر، هي غالبا دي كانت بالمتر، والفلو ريت كان كيوبيك متر بير سكند. وهو هيقول لي بقى الكوفيشنت ايه وبي وسي. الكوفيشنت ايه انا هحاول احطهم جنب بعض كده. الكوفيشنت ايه، الكوفيشنت ايه اللي هو ده اللي هو 63.22، الكوفيشنت بي اللي هو 1134، الكوفيشنت سي اللي هو نيجاتيف 2.142 ملتبلايد في 10 باور 5، ودي بزيرو. خلاص. فانا كده عرفت له الايكويشن اللي هيشتغل بيها في البامب. فانا كده قلت له ان انا عندي بامب هشتغل فيها البرفورمانس كيرف، والبرفورمانس كيرف اهو بين الهيد والفوليومتريك فلو، والمعلومات اللي انا محتاجها عشان اعرف البامب دي هتبقى اهي. فانا كده خلاص، انا كده كل المعلومات اللي انا محتاج اديها له عرفتها له، فانا ممكن ابتدي احل. انا بس عايز اراجع بسرعه على الستريم ده كان البريشر بتاعه عامل ازاي. لو احنا قلنا الستريم ريزلتس هنا كانت طالعه بكام، انا فاكر كانت 300 وشويه ملي متر ميه، 340 حوالي 342. فانا عايز دلوقتي اشوف لو هي مش 300 يعني بعد البامب بقى هتبقى كام. خلاص. خلينا برضو نشوف حاجه تاني. انا هرجع تاني واشوف الستريم ريزلتس هنا واشوف الفوليومتريك فلوريت كان بكام. فالفوليومتريك فلوريت اللي انا شغال بيه في الفلو ليكويد فيز مول فلو المولر فراكشن، انا عايز الفوليومتريك فلوريت، يا ربي راح فين، هندور عليه. الفوليوم فلو اهو كان 0.0، من اللي معرفه ان انا نسيت معلش، 0.0072 متر كيوب بير سكند. فانا لو جيت هنا 0.0072 هلاقي ان هو هيديني المفروض حوالي 60 متر ميه المفروض. خلاص. فده بالتقريب يعني حاجه اراوند 60 متر. انا البريشر اللي خارج عندي كان كام بالمتر ميه، دي بالمليمتر ميه، كان 340 مليمتر ميه، يعني 0.3 مليمتر ميه. خلاص. يعني حوالي 30 سنتي ميه يعني، او 35 سنتي ميه. فالمفروض يزيد كتير يعني. فانا لو جيت عملت ران للفايل دلوقتي وجيت اشوف بقى الريزلت بتاعته، المفروض الاقي ان البريشر اللي خارج اعلى كتير جدا جدا من الداخل. انا جبته منين؟ من البرفورمانس كيرف اللي انا عرفته له. فهو المفروض دلوقتي هيشتغل بالديتا اللي انا اديتها له واشوف الريزلت بتاعته عامله ازاي. انا طبعا يعني نظري كله على البريشر علشان اقدر اشوفه يعني. انا عايز اخليها تاني بالمليمتر ووتر زي ما كان موجود. فهو قال لي، ودي حاجه جميله جدا، هو قال لي ان عندي كام، 60000 مليمتر ميه، اللي هي 60 متر، اللي هي انا جبتها من هنا عند الحته دي. خلاص. فده الحاجات اللي انا قدرت اعرفها يعني. انا كده رجعت على الارقام وتاكدت ان انا ارقامي كويس. خلينا نشوف بقى الستريم ريزلتس بتاعته. هلاقي ان البريشر اللي داخل واللي خارج كان 340 بقى 6435 او 36. فانا كده عرفت البامب وعرفت كل حاجه. وهو اي فلو ريت هيتغير هيجيب البريشر بتاعه زي ما البامب كيرف بتقول يعني. خلاص. فانا كده عرفت البامب بتاعتي، والمره الجايه بقى هنبتدي نشوف بقيه البايب لاينز. يعني اللي جاي مش هيبقى فيه حاجه جديده غير بس ان احنا نشوف البايب لاينز ممكن اعرفها بطريقه تانية ازاي. يعني لو جينا نبص بصه هنا الحاجات فيها في بايب لاينز هتلاقيها متعرفه بلينث وانسايد دايمتر واليفيشن.
خلاص. فدي يعني ايه، دي هنبقى نشوفها كده واحدة واحدة ان شاء الله لما نيجي نكمل المرة الجاية. فنشوفكم بقى المرة الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم.